بينضم لنا من بيروت دكتور وسيم جابر الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو. يا دكتور اهلا بيك في صباح جديد. يعني اعتقد من خلال يعني ردة فعلي يمكن انا ما فهمتش كتير يعني ايه اللي بيحصل فيما يخص هذه الخلية العصبية اللي تم دمجها في الذكاء الاصطناعي او الروبوت بشكل او باخر. لو تبسط لنا المعلومة وايه اللي حصل بالظبط. صباح الخير اول شيء لك للمشاهدين الكرام. طبعا على مستوى التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليوم هي تتطور يوما بعد يوم في اكتشافات علميه جديده. على مستوى الاختراق الجديد من خلال الدوائر الالكترونيه استطاعوا ان يدمجوا بعض السنسنج او اجهزه الاستشعار التي استطاعت ان تكون في دائره واحده تؤمن عمليات متعددة. هم تمكنوا بنجاح من تطوير خلية عصبية صناعية مستوحاة من الطبيعة تدمج مؤشرات بصرية ولمسية بطريقة محاكية للأساليب الحيوية من خلال دمج استشعار اللمس والنظام الكهرو احتكاك أو فينا نقول فوتو ترانزستور. يعني معلش يا دكتور يعني هو اللي يعني بيتيح للروبوت يعمل ايه؟ يعني هذه الخاصيه بتتيح للروبوت ان هو يعمل ايه او يحس بايه؟ ببساطه قبل نحن كنا بعالم الروبوت نشتغل على الانترنت اوف ثينكس، انترنت الاشياء. انترنت الاشياء مثلا كان مثلا اذا بدنا نقيس المسافه بين عائق او الروبوت كان يوجد سنسر معين بيقيس هذه المسافه بيعطي للبروسيسور انه انا صار عندي هون مسافه معينه، مثلا جهاز يقيس الحراره، جهاز يقيس مثلا الاهتزاز، فكان كل شيء لديه سنسنج معين. اليوم استطاعوا ان يدمجوا كل هذه السنسورات في سنسور احادي ذات تزامن وترابط لصيق ودقيق كما يخدم عقل البشري. يعني اليوم مثلا على مستوى اللمس او على مستوى النظر استطاعوا ان يدمجوا هذان يعني الحسان في نيورون واحد، وهذا التميز الجديد والفريد في علم الروبوت وعلم الذكاء الاصطناعي الذي سيكون له طفره في المستقبل القريب ان شاء الله. هم استطاعوا ان يدمجوا فقط الان حس اللمس والحس الذي يعمل على الرؤيه من خلال السبايك انكودينج سيركت، وهي يعني دائره الكترونيه تم انشائها ايضا من خلال نيورال نتوركس تستطيع ان تؤمن يعني كل ما يخرج من هذه السنسنج وتدمجهم في هذا الانكودر، وفي نهايه المطاف بيخرج عنا شيء بنسميه احنا سبايك. هذا السبايك شبيه تماما بعمل النيورون العصبي الموجود في دماغ الانسان. يعني بطبيعه دكتور الحال وسيم، يعني هل هذا خطر ولا هل هذا فقط تطور بالسنسر، ولا هل سياخذ مكان الاحساس والعقل والخيال للانسان، هذا اللي كنا متخوفين منه، وهل هذا حيكون بايجابيه؟ طبعا على مستوى انه الروبوت او الذكاء الاصطناعي سيحل محل الانسان، نعم نحن كل ما يعني اعطينا الذكاء الاصطناعي قدرات اكثر، يعني اليوم نحن في على مستوى اللمس والنظر، ولكن في المستقبل سنؤمن له السمع، سنؤمن له يعني رائحه الشم، وطبعا هذه الامور متاحه اليوم في علم السنسرز، يعني من خلال تكنولوجيا النانو التي لها الدور الكبير. يعني هذه التقنية التي توصل إليها اليوم من خلال اللمس ومن خلال النظر من خلال الفوتو ترانزستور. طب لو سريعا دكتور وسيم، عايزة أخذ إيجابية من هذا التطور، ماذا حيفيد الإنسانية؟ هو شيء جيد جدا للبشرية. طبعا يعني الروبوتات نحن نتوقع أنها سيكون لها يعني أداء مماثل للأداء البشري، ولكن هي سوف تفقد يعني بعض الأمور مثل العاطفة أو الحب، ولكن في إطار آخر هي نعم ستغطي كل شيء إذا تأمل لها السنسنج أو الحساسات التي يمكن أن يتم دمجها في
خلية عصبية صناعية شاملة. طيب، يعني على أي حال نتابع القدرات التي تزداد يوم بعد يوم بالذكاء الاصطناعي، وإلى أي مدى يعني يشكل هذا أمر أو يشكل خطورة من عدمه، يعني هنتعرف مع بعض. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وسيم جابر، الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو، كنت معنا من بيروت.